وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك وحضرتك بألف خير. يعني إلى أي مدى كان هناك ضرورة ملحة لتغيير وزاري في هذه الفترة لتتواكب وتلبي طموحات الشعب المصري في المرحلة القادمة بعد ربما بعض عدم من الرضا على الأداء في الفترة السابقة؟ لا، أنا مش عايزين نقول عدم الرضا عن الأداء. هم أدوا في حدود إمكانياتهم وقدراتهم وأدوا ما هو مطلوب منهم. كان من حسن الأداء بتاعهم إن هم واجهوا التحديات التي واجهت مصرنا العزيزة في جميع المجالات، وكان من حسن تصرفهم إنهم قدروا يسيطروا على هذه التحديات وما استفحلتش. وحزب مصر بلدي عضو تحالف الأحزاب المصرية يوجه الشكر للحكومة السابقة التي تقدمت باستقالتها على ما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية. نعم. اللي كان لها الأثر الكبير في، وبدليل يعني ال تجديد الثقة. نعم، تجديد الثقة، وتجديد الثقة للسيد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وبنهنيه برضك على ثقة السيد رئيس الجمهورية، وإحنا متأكدين تماما إن هو الفترة السابقة خد منها خبرة جامدة جدا، وهيكمل المشوار إن شاء الله في إطار التكليفات اللي أصدرها السيد رئيس الجمهورية له عند اختياره أعضاء الحكومة الجديدة. نعم. طيب، أبرز الصفات اللي حضرتك كرئيس حزب وشايف رؤيتك في الفترة القادمة، الصفات التي يتعين تواجدها في الوزراء الجدد حتى يكونوا قادرين على تحقيق المزيد من النجاحات والتطور في الملفات الوزارية المتعددة؟ لابد أن يتم الاختيار، وده طبعا أكيد معلوم للسيد رئيس الوزراء، أنهم يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة اللي تتيح لهم تحقيق الأهداف والتكليفات التي ألفهم بها السيد رئيس الجمهورية. إن شاء الله لابد أن يكون عندهم خبرة عملية وعلمية وميدانية. طب وفيما يتعلق بمنصب نائب الوزير، وربما يعني هناك مطالب كثيرة بتوسيع دور هذا المنصب حتى يكون هناك رؤى أكثر وتنوع أكثر في الأطروحات، ربما ليس فقط من قبل الوزير ولكن أيضا من نواب الوزراء. طب ما هو أي منصب وزاري أو نائب وزير أو نائب محافظ له ما يعني في القانون اللي بيطلعه القرار له التكليفات اللي محدش بيمنعه من انه يشتغل. محدش بيمنعه انه يشتغل، والسيد والمحافظ او الوزير اللي له نائب يهمه جدا ان هو يكون النائب بتاعه في حالة عدم وجوده يؤدي زي ما هو ما يكون موجوده اكتر، والا يبقى ما يعني ما بيربيش كوادر او ما فيش كوادر بتبقى موجوده. نعم. ده يعني ده أمر طبيعي إن لابد أن يكون نائب الوزير أو نائب المحافظ له اختصاصات واسعة وبما يكلف فيه من أعمال إن شاء الله. نعم، يعني طبعا زي ما حضرتك ذكرت في بداية كلامك كل الشكر للحكومة السابقة فيما قدمته من مجهود، وأنها عبرت بمصر في مراحل حرجة جدا وتوقيتات حرجة جدا شهدها العالم كله، تأثرت بها أعظم حكومات العالم. وسؤالي لحضرتك، ما هو الجديد ربما تحتاجه أو الحكومات في الفترة القادمة عن الحكومات الحالية اللي زي ما حضرتك ذكرت أنها قدرت تؤدي وتبلي بلاء حسنا؟ لابد أن تكمل ما بدأه السابقين. يعني السابقين لابد أن يأتي، لابد في ملفات معينة، ودي اللي صدر بها تكليف من السيد رئيس الجمهورية في خطاب التكليف بتاع الدكتور مصطفى مدبولي، أن لابد أن يعمل على تحقيق الأهداف، ومنها على سبيل المثال الأمن القومي المصري والتحديات اللي بتواجهه واستكمال المسيرة سواء التحديات الإقليمية أو الدولية. نعم. بناء الإنسان المصري
صحيح. على قائمة الأولويات والتكلفات اللي قال عليها السيد رئيس الجمهورية، منها طبعا الصحة والتعليم والمشاركة السياسية بالضبط وبناء الإنسان المصري. نعم، بيتطلب اجتماع كل هذه الوزارات مجتمعة حتى نخرج في النهاية بالهدف الأسمى والأهم والأولوية الكبرى للسيد الرئيس، وهي بناء الإنسان المصري في الفترة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه التغطية.